متابعي الكرام، متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر وإليكم الحصيلة اليومية. الحمد لله إقليم تازة كسائر الأقاليم اللي سجلوا صفر حالة إصابة متابعي القناة في هذا النهار. الحالات المؤكدة بالكوفيد 19 394 حالة مؤكدة ليصل مجموع الحالات 485147، أما عدد الوفيات ف16 حالة بالمملكة المغربية ليصل إلى مجموع 8669، فيما عدد المتعافين 508 الحالات ليصل الى المجموع 470933. فمتابعي قناه شوف تي في، 394 حاله اصابه مؤكده الحمد لله، ولينا كنشوفوا انخفاض نسبه الاصابات بالمملكه المغربيه. جهه فاس مكناس تازة كتسجل متابعي قناه شوف تي في جي فاس 4 حالات اصابه وصفر حاله وفاه، مكناس حاله وفاه واحده وجوج حالات اصابه، اما تازه فصفر حاله متبع قناه شوف تي في. الحمد لله المزيد ثم المزيد من التدابير الاحترازيه، الكمامات مازال في الامان، التباعد الجسدي والاجتماعي والتعقيم والوقايه، فالوقايه خير من العلاج متبع قناه شوف تي في. اما المستفيدين من اللقاح فالجرعه الاولى عدد المستفيدين 3,820,097، اما الجرعه الثانيه ف 413032. متابعي قناه شوف تي في، اعيد عليكم عدد الاصابات فهي 394 حاله اصابه مؤكده ليصل المجموع 485147، اما عدد الوفيات ف 16 حاله وفاه ليصل المجموع 8669، اما المتعافين 508 حالات تعافي متابعي قناه شوف تي في ليصل المجموع 470933. متابعي قناة شوف تي في، بالنسبة لجهة فاس مكناس فاس 4 حالات إصابة وصفر حالة وفاة، مكناس حالتين إصابة وحالة وفاة. متابعي قناة شوف تي في فيما إقليم تازة فحالة صفر حالة متابعي قناة شوف تي في. بالنسبة للمستفيدين من اللقاح الجرعة الأولى بخوميغ دوز ف 3,820,097، اما الجرعه الثانيه ف 413032. متابعي قناه شوف تي في، المزيد ثم المزيد من التدابير الاحترازيه، الكمامات، مسافه الامان، التعقيم، الوقايه، فالوقايه خير من العلاج، فالله فعلنا البلاء وهذا الوباء من المملكه المغربيه، ونتمناو المزيد من التدابير الاحترازيه. ف 394 حاله اصابه مؤكده متابعي قناه شوف تي في، نتمنوا الخير من عند الله والسلامه والعافيه للجميع. سعيد بالتوفيق ونجاح طول العمر ان شاء الله، الله الوطن الملك نصر الله وعيد. شكرا لك يا اخي عبدو اسراء، مرحبا. فعدد الاجمالي الاصابات بالمملكه المغربيه الاجمالي 485147، عدد الاجمالي ديال الوفيات 8669، عدد الاجمالي المتعافين 470933، فيما على الحالة المؤكدة لهذا اليوم فقط 394 حالة إصابة مؤكدة، عدد المتعافين وفيات 16 وفاة والمتعافين 508. متابعي قناة شوف تي في، فالله يرفعنا هذا البلاء وهذا الوباء من ربوع المملكة المغربية. وإقليم تازة صفر حالة وفاة، فاس 4 إصابات، مكناس جوج الإصابات وفاة واحدة، أما تازة فصفر وفاة وصفر إصابة متابعي قناة شوف تي في. فيما عدد الإصابات 394 حالة إصابة، الوفيات 16 حالة وفاة، المتعافين 508، الحالات النشيطة 5545. متابعي قناة شوف تي في من قلب إقليم تازة، فالله يرفعنا هذا الوفاء والوباء وهذا البلاء. نتمنوا المزيد من التدابير الاحترازية، الكمامات، مسافة الأمان، التباعد الجسدي والاجتماعي والتعقيم والوقاية، فالوقاية خير من العلاج.